بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. معاكم الدكتور عصام قنديل. النهارده هنتعلم خطوات تحميل اهم البرامج لكشف الانتحال العلمي او السرقه العلميه او البلاجيريزم. زي ما اتفقنا الحلقه اللي فاتت ان احنا في برامج تشتغل اونلاين، ودي هنتكلم عنها في الحلقه الجايه ان شاء الله. في برامج ممكن تعمل لها داونلود ويبقى عندك الفول فيرجن عندك، وتبدا تشتغل تعمل ابلود للبحث اللي عندك او السيزيس او الريبورت او المانسكريبت او البيبر، تبدا تشتغل تبدا تعمل وتشيك عليه وتعرف نسبه الاقتباس بتاعتك كام، وبعد كده تبدا تتعامل معاه وتعمل بارافريزنج وتعدل في الجمل او القطع او الاجزاء اللي هي فيها اقتباس. خطوات تحميل اي برنامج من البرامج دي، طبعا اهم البرنامجين هنشتغل عليهم، في برنامج اسمه بلاجيريزم فايندر وفي بلاجيريزم تشيكر. اول حاجه هفتح اي محرك بحث زي جوجل كروم مثلا، ولا ويندوز اكسبلورر، ولا فايرفوكس. وبعد كده في ويب سايت اسمه جو انتو بي سي، هيظهر لي. طبعا اشتغل الكلام دلوقتي بالتطبيق، بس حبيت اكتب الخطوات عشان تبقى سهلة لو نسينا حاجة. بعد كده هيظهر عندك مواقع كتيرة، الموقع عندك هيظهر عندك طبعا مواقع كتيرة، تختار انت اول حاجة عندك، هتسلكت جو انتو بي سي، او لو انا طبعا هيبقى عندي انا اصلا حاطه في الفيفوريت عندي، فبالتالي هدوس عليه هيفتحه لي على طول. فانت لو هتفتح اول مره فانا اعمل جو، اعمل سيرش على جو انتو بي سي، هيدي لك موقع، هيظهر مواقع كتيره، تختار اول اوبشن في اول ويب سايت، وبعد كده تبدا تدخل. دخلت الموقع هتظهر نافذه للموقع. بعد كده في عندك في الـ في الـ في الـ في الويندوز اللي عندك في مكان تعمل فيه سيرش، هتكتب فيه بلاجيريزم فايندر فور ويندوز او بلاجيريزم تشيكر، هيظهر لك على طول البرنامج. او دلوقتي هوريك خطوه اسهل من كده، تختار اديوكيشن من على الموقع. الاديوكيشن دي هتطلع لك كل الايه، كل البرامج او كل البروجرام اللي خاصة بالإديوكيشن. بعد كده بعمل داونلود للبرنامج، بتعمل تحميل البرنامج وبتنزله، بتعمله سيت اب على الجهاز بتاعتك، وبعد كده بتحمل فايل وتبدا تعمل ايه، تختبر البرنامج. هنبدا نشتغل كده على طول شغل عملي. انا هفتح الجوجل كروم عندي اهو. طبعا لو انا ما عنديش برنامج هقول له جو انتو بي سي على طول، طبعا عشان اخر حاجه اعملها جو تو انتو جو جيت انتو بي سي، وهتقول له دوس، هتدوس انتر، هيطلع لك اول حاجه عندك، هتدوس الموقع هيطلع هنا عندي اهو، الويندوز عندي اهو، عندي كذا كاتيجوري نبدا نتعامل معاه. او انا هيبقى بعيد عني الكاتيجوريز دي، فانا هكتب بلاجيريزم فايندر فور ويندوز، اول ما ادوس عليه واقول له جو هيعمل لي سيرش. فعمل لي سيرش، هلاقي عندي اهو بلاجيريزم سيرش ريزلت بلاجيريزم فايندر فور ويندوز، فهدوس بلاجيريزم فايندر فور ويندوز اهو، هيطلع لي بلاجيريزم تشيكر في برو 6، ده اخر نسخه تقريبا اللي هي عندي بلاجيريزم تشيكر اكس 6. فهيطلع لي كل اي برنامج خاص بعمليه البلاجيريزم. فلو انا دوست على بلاجيريزم فايندر فور ويندوز فري داونلود، هيطلع عندي الويندوز ده. هبدا اعمل، هنزل تحت خالص اهو، طبعا بيديني الاستراكشر بتاعتي والتعليمات بتاعت البرنامج وبيشتغل ازاي، وايزي تو يوز ابلكيشن وسبورت مالتيبل فايل فورمات فور انبوت، ممكن تدخل له اي فورماتنج، كل التعليمات وكل الهايلايتس، وبيديني ريبورت وبيديني اوريجينال سورس، بيدي لك كل
مميزات البرنامج وكل الانفورميشن عن البرنامج، فهقول له داونلود، على طول هيتدخل لي في صفحه الداونلود، وطبعا في تعليمات برضو. طبعا هيدخل على طول اهو، اديني داونلود، يعمل داونلودنج. هيظهر عندي اهو، هيعمل لي داونلود تحت زي ما احنا شايفين كده، الداونلود عندي تحت اهو. عايز اعمل داونلود للبلاجريزم عشان هنشتغل على الاثنين. هنا خلينا لو عملت باك هنا اهو، بلاجريزم تشيكر اكس 6 بروف فري داونلود، هدوس عليه هيدخل لي في صفحة البلاجريزم تشيكر اكس. برضو موجود التعريف في البرنامج، وموجود مميزاته وعيوبه، وبيشتغل ازاي، السورس والتارجت، وكل لون من الالوان دي عبارة عن في مشكلة عندي او ده حصل لها اقتباس. فهتبدأ تعمل ايه، هتبدأ يظهر عندي كل التعليم، وده اهوت بيحصل بيحصل وهو بيشتغل بيعمل بروسيسنج، بيتشيك على البحث بتاعك، وهنشوف الكلام ده طبعا. وكل التعليمات عندي، فانا هقول له داونلود، فهيعمل لي نفس الكلام داونلود هنا. فانا لو فتحت الداونلود بتاعتي بتاعي هنا مثلا، دوست اوبن او دوست شو ان فولدر، وبعد كده قلت له اوبن، هيعمل لي سيت اب على طول. طبعا الداونلود بتاع تشيك عشان حجم كبير ومعاه البرنامج ومعاه الكراك بتاعه، فهنلاقي زيب فايل هنبدا نفك ونتعامل معاه. فانا مثلا طبعا انا عامل داونلود الكلام ده، بس هنقول ان انا هدخل شو ان فولدر، هيحطوا لي في الداونلود بتاعي اهو، هتلاقي هنا اهو في الداونلود يوزر داونلودز، وهبدا ايه لو ده عملت دبل كليك اخده كوبي واحطه في البرامج عندي او هسطبه من هنا، هيبدا يعمل لي ايه، يقول لي ران، هقول له ران، يبدا ينزل لي الايه البرنامج بسهل خالص جدا. هيعمل بقى بريبيرنج تو انستول، هيبدا يعمل عمليه زي. طبعا انا هو عشان عندي البرنامج فبيظهر لي عندي تو اوبشن، يا اما اعمل ريبير يا اما اعمل ريموف. فانا هقول له اكن انا بعمل ريبير، هلاقي البرنامج عندي بيعمل انستوليشن تاني اهو، بيقول لك احطه في مكانه في على السي بروجرام فايل، القصه دي تسطيب عادي خالص. تم عمليه الايه، عمليه الاو سكسفول بلاجريزم فايندر برو هاز بين سكسفولي انستول، نزل عندي بقى عندي لو انا دخلت عندي على الديسكتوب، مات مينيمايز لكل الويندوز اللي عندي، دخلت على الديسكتوب هلاقي بالشكل ان بي اهو ان بي ان بريدج بلاجريزم فايندر، هبدا افتحه. طبعا هو رانينج بشكله مفتوح اهو، فتح عندي الويندوز ده. سهل جدا ان انا هعمل اوبن فايل، وهبدا اختار مثلا من على الديسكوب اي فولدر عندي، اي فايل عندي، بي دي اف وورد، اي فايل، وابدا اقول له ايه، اختار الفايل واقول له اوبن، دخل الفايل اهو، وهقول له ستارت، هيعمل لي ايه، هيعمل بروسيسنج وهيعمل لي شيكنج على البلاجيريزم. ده سهل جدا، ويبدا يتعامل معاه وبيديني لون مختلف. وهنبدا نعمل ستارت، هيبدا يشتغل. طبعا هو بياخد وقت، فهتبقى هيبدا ده. خلينا بقى نعمل سيت اب لل، خلي ده مخليه برضه ده يشتغل اهو، وانا بقى هشوف اعمل سيت اب للبلاجيريزم تشيكر ازاي. قال لي ده طبعا ندخل بقى هنا اهو، عمل لي ايه، نزل لي اهو البلاجريزم شيكر،
اشكال، هنقول له شو ان نيو فولدر. طبعا هو هنا زيب فايل، هنا كومبريست، هنا الفايل مضغوط. فانا لو اخدته مثلا كوبي وحطيته على الديسكتوب، هبدا امينيمايز، هعمل حطيته بيست اهو في اي مكان يعجبني، هبدا هنا اعمل له اكستراكت تو جيت انتو بي سي دوت كوم. طبعا الاسم من الموقع بلاجيريزم شيكار اكس 6، هقول له اعمل لي فك لي الايه، فك لي الكومبريز ده، فك لي الفايل ده لانه هو مضغوط. فهفتح الفايل مفكوك اهو، فكيته. اسم البرنامج هنا معاه سيت اب ومعاه كراك. سيت اب مجرد ان انا هقول له دبل كليك، هعمل دبل كليك او اقول اوبن او ادوس انتر. هيطلع لي ويلكم تو ذا بلاجيريز تشيكر اكس سيت اب. هنقول له طبعا اللغه، في كذا لغه، في بتاع ده واحد نيدرلاند، وفي اسباني وايطالي وفرنسي ودويتش الماني برتغالي، في كام لغه نقدر نختار على حسب انا بتعامل باللغه اللي هي، نبدا نختار ونقول له نيكست. طبعا هو موجود اصلا بالطبع اوريدي عندي. طبعا هو بيقول لي ان هو ريسنت فيرجن اوف بلاجيريزم از اوريدي انستولد كمبيوتر، فهو موجود عندي. هنقول له فينيش. تمام. لو انا عملت ثبته فهلاقيه نزل عندي هنا اهو بلاجيريزم شيكر اكس. تمام. فهقول له دبل كليك، هيبدا يفتح برضو. فتح عندي. دايما انا هشتغل، هقول له اونلاين بروجرام، وممكن احط هنا يعني هنا بليز نو ذس از سامبل تكست. هنا ممكن تحط تكست وتعمل له انالايز، يعني ممكن تاخد كوبي من اي، عايز تعمل قطعه معينه مش عايز البحث كله ممكن تشتغل على كده. عايز البحث كله بتعمل لود دوكيمنت وتبدا تختار اللي تاني. بس في حاجه مهمه جدا، في مع البرنامج في كراك عشان تبقى نسخة أصلية عندك، مش محتاجة اكتيفيت. فهنا في كراك، هدخل أنا، هدخل هنا على الكراك واخد الفايل اللي هنا اللي اسمه بلاجيريزم شيكر اكس، شيكر اكس، وهقول له كوبي. هاخد كوبي واحطه على البرنامج من جوه السيستم على لوكال اللي هو على السي، وهدخل اقول له بروجرام فايلز وادور على البرنامج. فين البرنامج بتاعي؟ اهو بلاجيريزم شيكر اكس. ادخل هقول له بيست، هيقول لي خلي بالك الـ 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 الفايل عندك موجود. هتقول له اعمل له ريبليس، هتقول له اعمل له ريبليس، هتقول له كونتينيو. يبقى كده عندك النسخه تبقى اتعمل لها ابديتنج. طبعا هو عشان انا عامله ف نازل اصلا، فاتعمل لها ابديتنج ونسخه بقت نسخه اصليه عندك تبدا تتعامل عنها عند فيها زي ما انت. فتحت انا، فتحته اهو، هعمل ايه؟ هعمل لود دوكيمنت، وهبدا اخد الفايل اللي انا عايز اعمل له اعمل له بلاجيريزم. اسال الفايل ده وهقول له اوبن. طبعا هنا في اوبشن اهو لارج كونتنت، يبقى شال الفايل كله او باراجراف ابلاج او ويب بيج. يعني لو عايز تعمل بلاجيريزم اي حاجه تبدا تعمل تشتغل على جزء ده. وهقول له انالايز ايه، طبعا بياخد وقت شويه او بيعمل انالايزنج اهو، بيعمل تشيك، يطلع عندي السورس اهو، يطلع عندي السيميلاريتي النسبه بتاعتي، وفي الاخر بيجمع لي التوتال. وفي الاخر طبعا بيطلع لي السمري، وبيطلع لي الريبورت بتاعي، وبيطلع لي النسبه، وممكن اعمل كمان برنت
وممكن اعمل احفظ الريبورت عندي في كل الاوبشن ممكن تقابلها او ممكن تستفيد. دول كانوا اهم البرامج او اتنين من البرامج المهمة جدا اللي انت ممكن تنزلهم عندك وتعملهم داونلود ويبقوا محتفظين عندك هبلنا. سايد تو سايد طبعا ده السورس ده التارجت بتاعك. ده ريزلت وده السمري اللي عايز طبعا هو لسه بيعمل بروسيس ريدي راننج لسه بيعمل بروسيس وده الستارت بتاعتك اللي انت بادئ منها طبعا لسه برضه بيعمل بروسيس. ف هيظهر عندي لو انا طلعت فوق كده زي ما اتفقنا المره اللي فاتت هو بقسمها لجمل عبارات وبعد كده يبدا يبعت بقى على جميع الويب مش جميع يعني كل الويب سايت المتاحه بالنسبه له الداتا بيز ويبدا يقول خلي بالك ان الجزئيه ده اهي انت واخدها من متشابهه 100% مع البحث الجزئيه دي في البحث رقم كذا لو دوست هنا اهو لما يخلص دوس هنا يدخلك في البحث هنا الجزء العباره دي امتي ما فيهاش نوت بلاجرزم او نوت سيميلاريتي ما فيهاش تشابه مع بحث تاني وهكذا العبارات كلها اهي جمل لو انا عايز يقول لي خلي بالك الجمله دي موجوده في البحث الفلاني في المجله الفلانيه هتدوس عليه تدخلك على البحث. نستنى شويه نشوفه هيوصل لايه. طبعا هو بياخد وقت لان عدد صفحات تقريبا كتير. ده من اهم البرامج اللي هتفيدنا قبل ما تبعت بحث او قبل ما تبعت رساله عشان تعمل تشيك تعمل عليها عندك تشيك عندك على اللاب بتاعك وتبدا تعمل بارافريزنج ليها او تعمل للجمل المقتبسه والحاجات المستله تبدا تعمل لها بارافريزنج علشان يطلع عندك نسبه البلاجيريزم تبقى قليله يعني كل ما كان طبعا كل ما كان طبعا دايما البرامج اللي هو بيشترك فيها الجامعه اللي بيشترك فيها المؤسسه بتبقى الداتا بيز بتاعتها اعلى بالتالي لما تيجي تشتغل على ده يفضل ان هو بقدر الامكان يبقى البلاجيريزم بتاعك منخفض جدا لان هي مهما يكون حتى لو دي نسخه اصليه الداتا بيز بتاعتها وبتبقى متاحه ليك الداتا بيز بتاعتها بتبقى اقل من الداتا بيز بتاعت الايه النسخه اللي هي مدفوع فيها. بيعمل بروسيسنج انا جيت لو جيت للتاني بيعمل برضو نفس القصه بروسيسنج اهو يبقى انا كده عندي تو بروجرامز عندي تو بروجرامز ممكن انزلهم عندي واعمل تشيك على بحثي او رسالتي واعمل بارافريزنج على البحث بتاعي او رساله قبل ايه قبل ما ابعتها للجورنال قبل ما ابعتها للجورنال او قبل ما ابعتها يتعمل لها بلاجيريزم اي مكان. طبعا ده النسبة اهو طبعا هو بياخد وقت شوية ده قدام عيني اهو بيقسمها لأجزاء يبدأ يقول لي خلي بالك في سيميلاريتي كده حتى لو كل تلات او اربع كلمات هو لاقيهم في البحث الفلاني احنا شايفين العمليات بتتم بالتلات
طبعا بتختلف البرامج بينها وبين بعضها، بين النسب وبين الشيك بتاعتها، على حسب الداتابيز اللي مرتبطة بيها، على حسب الداتابيز اللي مرتبطة بيها كده. خلاص هو كده انتهى، لسه بيعمل بقى آخر آخر مرحلة. طبعا عشان الفايل تقيل فممكن يحصل عندي مشكلة بتحصل كده، فانت هتعمل بقى ايه، هتعمل تاني، هتفتحه تاني وتبدأ تتعامل معاه تاني. هنا هو وصل ل77%، ممكن اوقفه ممكن اشغله، هوريك بس الصورة النهائية اللي بتطلع من ال هوريك الصورة النهائية اللي بتطلع من التشيك. تشيك فينيشت، خلص تمام 100%، بدأ ادي الريزلت بتاعتي. هنا بيقول لي الاوريجينال سورس كذا كذا فوليوم، نمبر اوف سورس 0، توتال بلاجرايزد 0. طبعا لو انا عملت بحث تاني ممكن تطلع النسبة اعلى شوية، يعني انا لو انا البحث ده نفس البحث ده اشتغلت على التشيكر اكس هيبقى هتلاقي النسبة، يعني انا عملته قبل كده هنلاقي اهي الصورة عندي اهي اللي طالعة النسبة حوالي 16%. يعني الشكل اللي هو الشكل النهائي اللي بيطلع عندي للبلاجيريزم الشيكر اكس طلع مين؟ طلع عندي 84-85%، واليونيك ونسبة الاقتباس بتاعتي حوالي 16%. بكده النهاردة خلصت كده، نبقى خلصت انا النهارده محاضرتي وعرفنا ازاي ننزل تو بروجرامز نقدر نعمل لهم بلاجيريزم، نعمل بيهم بلاجيريزم على بحثي او رسالتي او الريبورت او البوكس او اي على الرساله او بحث من سكريبت او بيبر عايز ابعته في مجله، فبعمل النسبه بتاعتي او بختبر النسبه بتاعتي قبل ما ابعته، عشان هيكلفني فلوس ان انا ممكن اعمل مره واروح اعمل مره تانية، كل ده بفلوس. يقول لي طب عدل، طب النسبه اكتر من 25 ابدا عدل، فده تسمى كده. فانت هتوفر على نفسك حتى ساعات لما تبقى عندك عامل ظبط البحث كويس ومبعته مجله كويسه، طبعا بيعمل لك بلاجيريزم. لو لا حتى البلاجيريزم بتاعتك عاليه ممكن تبقى سبب ان ريفيوز للايه للبحث بتاعك. المره الجايه هنشتغل على المواقع او البرامج بتشتغل اونلاين. يا رب تكونوا استفدتم، وشكر ليكم وشكرا للمتابعه. كان معاكم الدكتور عصام انديل، ومع السلامة.